البطالة موجودة؟ والله موجودة كثير البطالة. ايه موجودة. من تحرر البلد هذا بطالة يعني الوضع تعبان فرد نوب. يعني مو اكو ناس داعي تجي هنا ترى يجوز تجي مشي يعني من المناطق اللي جاي ما عدا كروة تجيب. والله اكو تجي مشي. توصلها للباب الجديد. ما جابوا مرة. زين انت كلش قد تشتغل؟ والله احنا نشتغل بالنسبه لنا من زمان يعني هاي شغلتنا بالهدمه هذه بس اكو ناس يعني معاناه اذا لباخ اذا بنا اذا عامل ما تجي من مناطق بعيده وما تشتغل. واحد قال ابني لحقني يريد الربع، شنو الربع؟ قال درت راسي مشيت ما عاد ينطي. صار له 25 يوم هنا قاعد بطل. صار لك ما مشتغل؟ صار لنا فوق الاسبوع هم بطالين. ماكو شغل نهائي ما يجي، جتنا هنا المنظمات على اساس عون يعني النوب بنوب رسموا الشغل علينا. جايب كل من جايب اللواء ياخذهم يشتغلون من القرى وما ادري منين واحنا هنا قاعدين ما حد يصلنا. الشغل ماكو والله ميت الحركه منتهيه فردنا ومعدومه، عطالة بطالة من 2008 مسجلين الشغل ماكو الى حد الان. الله وكله كله كذب بكذب، كله بس يضحكون على العالم. ايش قد شايل؟ ها؟ والله شايل 1000 دينار بجيبي. الشايل والله شغل ماكو ضعيف تعبان الحركه ميت فرد نوب. خليت بالبيت فلوس؟ والله خليت لي 10000 دينار بالبيت املك. ايش تسوي؟ ما تقول لي بس نطلب من رب العالمين. الحمد لله يوم نشتغل وعي 10 بطالين. المسؤول يخلي له دفتر بالبيت او دفترين خطيه المسكين المواطن خلي 10000 بالبيت. ما تقول ايش تسوي؟ بلا والله والله من زمان هاي نروح نرجع اصحاب اصحابين عوائل والله حتراتب معك. بيتك وين؟ بيتي بحي تنك. تجي مشي له؟ والله نروح بالباص 500 نوبات نروح مشي ما عدنا يعني. صار لك يعني اسبوع ما مشتغل؟ اكثر والله اشهر نروح ونرجع والله لا راتب لا رعايه عندي. الله وكيلك. شو تخلي للبيت مصرف؟ ايش قاعد؟ والله نعطيهم ما نقضي مثلا نشتغل ب 10000 15000 نعطيهم 10 تقضون بيها على ما نشتغل النوب. ليش الشغل ماكو؟ والله ما قاعد العالم ما نعرف شنو القضيه. عمار ما عمار ماكو لا بناء دحق على الخرابات يعني هسه لو احنا عوضنا هذول اصحاب الدور هسه هذا الدار علي دير الكاميرا هناك هسه لو احنا هذا الدكاكين لو عوضوهم كان هسه راسا ما حد قاعد هنا كلها تشتغل كلها تشتغل الله وكيلك بس ماكو تعويض ماكو تعويض لا ماكو تعويض العالم كلها ما تقعد تشتغل تشتغل ايه اشغال تصير حركه دحق الشوارع دحق هاي دقايق حفره وخلوه والله 20 سنه النوب ما نشتغل على هاي على هاي نروح ونجي مشي على هاليتنا تجي لما ترجع هسه انت ترجع على اطفالك ما عندك لولا ربع دينار شو تقول لنفسك يعني لو تقتل نفسك احسن لك وين تروح احنا المفروض قلنا هسه يصير عمارة المنظمات كل من يجيب اللواء نروح هاي 20000 فايل قدمت كل من جايب له فايلات جايب له اللي قدام اسماء ليه قدام جايب له اسماء ويروح تعالوا قدموا فايلات نقدم فايلات طلعوا الاسماء اللي عندهم يقولون احنا قدمنا فايلات شغلنا العالم شغلوا جماعتهم والباقي شقوها وكشموها وين الفايلات هاي مع الناس رجعت تنطي فايلات وينها؟ ها؟ 100000 مره انطينا فايل هنا بحي النور وهنا جوا النفق وهنا وباب جديد كل من يجيب اللواء زين انت كمواطن خليني اسالك سؤال اخير شلون نقدر نقضي على الواسطه؟ ما نقضي على الواسطه ابد ما الواسطه ابد ما تنقضي عليها هسه عين المنظمات هنا روح اسالهم قول لهم ايش قد يومة العامل بالمنظمه ايش قد يومة العامل 25 جاي ينطونهم 12000 يتفق وياك يقول لك 12000 ينطيك من يتفق اسالهم روح اسالهم قول العمال ايش قد يومياتكم 12000 وهي بالمنظمه 25 مسجله ايه حتى يخمط 12 يخمط 100% يخمط كلها تبوق من ينطيك؟ ما حد ينطيك والله لو يشوفونك ميت من الجوع روح قول له انطيني ربع دينار اقول لك ما عندي